السلام عليكم. قبل أيام انتشر خبر وجود الدبور القاتل في مكان ما بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو دبور منحدر من آسيا وقادر على إبادة خلايا النحل الكاملة في وقت قياسي لا يزيد عن بضع ساعات فقط، لأنه يقوم بتقطيع الرؤوس. كما أن هذا الدبور خطير جدا لدرجة أنه قادر على قتل الإنسان. بعد انتشار هذا الخبر بدأت تروج معلومة تقول أن هذه الحشرات ستكون قد وصلت للحدود الشمالية مع المكسيك، وهو ما سيعجل بدق ناقوس الخطر. غير أنه في الحال أعلنت اللجنة الوطنية لمعرفة التنوع البيولوجي عبر شبكاتها الاجتماعية أن ذلك الخبر مجرد إشاعة مفبركة، ونفت أن يتواجد الدبور الأسيوي في المكسيك، كما أنه حاليا تمت ملاحظة حالات قليلة في الحدود بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. لكنهم لم يكونوا الخبراء الوحيدين الذين قرروا التحدث في الموضوع وإعطاء معلومات هامة، وخير دليل على ذلك نجد باحثين من جامعة روجرز، وهي من أعظم الجامعات ليس في نيوجيرسي فقط بل في الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها، وقد قالوا بداية أنه في العام الماضي لوحظ وجود هذه الحشرات في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وفي كولومبيا البريطانية في كندا. لكن بالرغم من أنه تم تحديد هذين البلدين إلا أن مناطق تواجدها بهما صغيرة جدا، بعدها تم إرسال بعض العينات من الدبور الأسيوي العملاق، لكنهم تحدثوا عن عينات مفترضة، لأنه بعد تحليل النماذج لكي يتحققوا من أن الأمر حقا يتعلق بذلك الدبور استنتجوا أنه ولا حشرة من الحشرات التي تمت دراستها تمثل الدبور. ومع ذلك صرحوا أن موظفين حكوميين في الحياة البرية بواشنطن لا يزالون يبحثون وينقبون عن تلك الحشرات، وذلك لإبادتها، لكنهم لم يعثروا في الواقع على أي شيء. من جهة أخرى صرحوا أنهم حقا يجهلون كيف وصل هذا النوع من الحشرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبوا من الناس ألا تكون ردود فعلهم مبالغا فيها. هذا إضافة إلى أنهم طلبوا من المواطنين عدم محاولة اصطياد هذه المخلوقات، لأنهم ربما سيجدون نفسهم قد قتلوا حشرات أخرى حميدة. وقد قالت مديرة مركز بيولوجيا النواقل بقسم علم الحشرات بتلك الجامعة أنه إذا كان بإمكان المواطنين بشمال شرق المحيط الهادي المساعدة على تحديد مكان الدبابير الناشئة في هذا الربيع، فإن هذه الخطوة مهمة جدا للسيطرة على الوضع. لكن القتل العشوائي للنحل والدبابير أو الحشرات الأخرى المشابهة سيكون له عواقب وخيمة، لأنها تلعب دورا محوريا في التوازن البيولوجي، لكونها ملقحات للنباتات ومفترسات للكائنات المؤذية للفلاحة. بالنظر لهذا التصريح فإنه بالرغم من وجوب السيطرة على تلك الدبابير لا يجب أبدا القضاء على أي حشرة فقط لأنها تشبهها، لأن هذه الحشرات يمكن أن تلعب أدوارا أساسية في النظام البيئي، والقضاء عليها يمكن أن يؤثر عليه سلبا. أما الدبور الأسيوي العملاق فيصل طوله لخمسة سنتيمترات، ما يجعله الأكبر في العالم. حسنا، لقد علق العلماء على هذا الموضوع كذلك، مؤكدين أنه بالرغم من أن هذه الحشرات يمكن أن تشكل تهديدا للبشر، إلا أن هذه الدبابير الأسيوية لا تكون في العادة شرسة مع الأشخاص، لأنها لا تهاجم إلا عندما تجد نفسها مهددة. فضلا عن ذلك لا يتجلى المشكل في لدغة واحدة بل في لدغات عديدة، ولهذا السبب فالتهديد كبير لا يطال الأشخاص بل يقصد كتائب النحل، حيث أنه فقط 30 دبور قادر على القضاء على 300,000 نحلة في ظرف ساعات محدودة، لأن النحل الذي يعيش في أمريكا وأوروبا لا يعرف كيف يتغلب على هذا الدبور، بخلاف النحل الأسيوي الذي يعرف كيف يواجه ويدافع عن نفسه. وقد وضح الخبراء عدة نقاط في هذا السياق. ليس صحيحا أنه تم دق ناقوس الخطر في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية حول وجود هذه الدبابير، بل فقط في منطقة صغيرة تقع بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لهذا الدبور أن يكون خطيرا بالنسبة للإنسان، لكنه أخطر بالنسبة للنحل، إضافة إلى أنه لا يجب القضاء على جميع الحشرات التي تشبهه، لأنه يمكن أن يكون ذلك خطأ وبه يدمر النظام البيئي. حسب قاموس اللغة فالاغتيال هو قتل شخص بغدر وقسوة أو كعقاب، وهو أمر لا يمكن أن يقوم به حيوان. وحسب الخبراء لا يوجد أي نوع من الكائنات الحية يمكن أن يوصف بالمغتال، لا الدبابير الأسيوية
ولا حتى الحيتان ولا غيرها. وعندما يصاب شخص ما فإن ذلك يكون دفاعا عن النفس في ظروف معينة، وليس لأن الدبور فكر وخطط لإلحاق الضرر. ولهذا الغرض يطالب الخبراء عدم تسمية هذه الدبابير بالمغتالة أو القاتلة، لأنها في الواقع ليست كذلك. هذا ما قاله الخبراء في هذا الشأن، وهو ما كان عليك معرفته. والآن أخبرنا رأيك في الموضوع.